برضه بيني وبينك لما تقعد تفكر فيها يا كابتن علاء ما ينفعش يعني لوجيك صعب عيب. قوي يعني عيب انا عيب ايوه صح يعني ما ينفعش هو ما ينفعش عيب هي الكلمه يعني انا هلعب في كاس الامم واطلع من لا قدر الله يعني ايوه ماشي بس هي الكلمه اتقال عيب كمنتخب كاسم منتخب مصر يا جماعه اسم منتخب مصر ده حاجه جامده جدا طبعا. جدا اذا كان على مستوى على مستوى العرب او مستوى افريقيا تتكلم في منتخب قوي جدا 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 حتى المنتخب الحالي لو انت اخترت اللعيبه صح واعدادت اعداد صح وابتديت يبقى في فكر في البطوله في كاس العرب دي انت كنت اخذتها ان انت مهما كان لعيبتك غايبه يا اسلام انت عندك الدوري المصري فيه لعيبه كتير جدا 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 ولعيبه كويسه اللي اخذتها واللي حتى اللي جنبت اللعيبه لكن كان ممكن يبقى شكلك احسن من كده بكتير كان ممكن توصل نهائي بس انا ما شفتش اي بوادر انك انت عايز توصل يعني اول مباراه تاني مباراه المباريات حتى لو قلنا مباراة قوية يعني اقوى المباراة اللي لعبتها الجزائر بس انت كسبتها بانذارات انت كسبت عدلت تعادلت وكسبت انذارات عشان كسبت انذارات ما دي عارف خد بالك ما دي حاجه برضو يعني حاجه لذيذه انك كسبت انذارات حتى التعادل بتجيب ضربه جزاء ممكن اسوء ضربات الجزاء اللي شاطها عمرو السوليه لكن ماشي كنت محظوظ زي مباراه الاردن مباراه الاردن يعني ما الاحترام الكامل للاردن وادوا مباراه وادوا بطوله ممتازه لكن هل يعقل الاردن تاريخيا على الاقل تاريخيا يعني. طبعا يعني تلعب معاك 45 دقيقه هي افضل في كل افضل ولولا ستر ربنا وتالق الشناوي المعتاد كانت ممكن الشوط الاول يطلع 3-1 طلع 1-1 فانت مش احسن من كده هايل طبعا لكن بس هو جه الشوط الثاني برضو ظبط عدل الملعب بقى الدنيا حلو عدل الملعب ليه لانك على المدى الطويل كل ما الوقت بيعدي انت بدأنا احسن انت مجموعه اللعيبه اللي عندك احسن انت الاختيارات اللي عندك بره احسن من الاردن مهما كانت والاردن فريق كان بيدافع الفريق بيدافع على طول يا اسلام هيجي وقت هيتعب لان هو في الاخر اتعادل 1-1 الشوط الاول فتعب خلاص وبيلعب مصر يعني تخيل انت الفرق المنافسه مقدره اسمك كمنتخب كبير.